طيب استاذ خالد، نحب نتكلم الحين بما ان استاذ محمد موجود، فرصه بالنسبه حق الشريطه اللي انت لحنته اللي بينزل ان شاء الله في السوق بعد، يعني صراحه لك كنا يعني صراحه لك الحان يعني بتكون وايد فظيعه، فممكن تحس يطيح الحمد يعني يطيح. محمد يعني من الشباب اللي عندهم رغبه مع الاستعداد، وانا تعرفت عليه بصراحه من يعني تقريبا اكثر من 5-6 سنين اذا كنت صاجر. محمد انا صغرنا في السن 10 سنين. يلا ان شاء الله. والفن كذي لازم فنانين. وكان يحب يعزف عود ويحب يغني، وكان كثير مهتم لانه هو يكون عازف جيد، وكان يحضر دروس في المعهد الموسيقي، كان من الطلبه الغير ملتزمين تماما، بس كان اللي شفع له انه هو كان عازف زين. متى بيدافع عن نفسه؟ بعد صبر 5 سنين اكيد موافق هو. وبعدين صارت عند محمد رغبه انه هو يعني انه هو يفكر شلون يطلع جدي. شكل جدي انه يطلع شريط. فلقيتها فرصه ان يعني واحد من البحرين صوته جيد وجميل بشر بالخير، صوته بشر بالخير، وعملنا والله شغل، لكن المشكله انه تعطل لاكثر من سبب، يعني في اكثر من سبب. طيب ممكن نسال على الاسباب ولا ما في داعي للاحراج؟ احنا من كثر ما تحكينا في الاسباب الناس ما صدقنا خلاص احنا يعني؟ عن شريط محمد. فانا اتوقع باذن الله انه يكون شريط محمد جاهز في 92 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هو سبب التعطيل. يا ريت مدام انت الملحن وهو المطرب يدندنون لنا شوي بعد. حمل دندن ونرد عليه عشان تقنع الناس فعلا اللي شريك. حلو. نسمعكم. سمع مهنيه ما سمعتهم قبل. صراحه انتم فاجأتونا بهاللقاء هذا. بس لازم ما تكون متفاجئ خلاص. مركب لكم وانا شلون انا عارف قصه فيلم. هذه الاغنيه من كلمات علي الشرقاوي، وطبعا الحان خالد الشيخ، بتكون من ضمن الاغاني في الشريط. انا في الهوى لي طريقه، اذا في كذب في حقيقه. انا في الهوى لي طريقه، اذا في كذب في حقيقه. ومهما يغير طريقه ادري بخطاوي. ربي 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 يا قلبي جازي. ربي 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 يا قلبي جازي. انا في الهوى لي طريقه، اذا في كذب في حقيقه. انا في الهوى لي طريقه، اذا في كذب في حقيقه. ومهما يغير طريقه ادري بخطاوي. ربي 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 يا قلبي جاز. ربي 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 يا قلبي جاز. ربي 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 يا قلبي جاز. حلو حلو تمام استاذ خالد. صراحه استاذ خالد اسمح لي، يعني صراحه اختيارك جدا جيد، صوت ممتاز، وتهيألي ان كل اختياراتك ممتازه وناجحه الحمد لله. الله يخليك. مع الاستاذ محمد ومع مطربين سابقين يعني كلنا سمعنا لهم، يعني ممكن نذكر منهم مع عبد المجيد عبد الله اللي يحضرني على طول، لان لك شريط معه اللي هو طار الاشجان. طار الاشجان شيء رائع كان يعني صراحه وناجح. فبما ان احنا في السيره يعني طينا بعد طار الاشجان شوي. طار الاشجان اي طار الاشجان عالي عالي. خلي الجمهور يستانس. أبكي إذا غرقت طائر على الأشجار، وأقول إن رديت وبحب الأسران، لأن باغي المعبد قد حرك الأوتار. هيت الأشجان يا طائر الأشجار. Thank you.
صراحة. أنا عنكم صوتي تعبان. لا بس صراحة. ولما أتذكر عبد المجيد يغني أنا ما أعرف أغني. يعني يحضرني الحين سؤال قبل أن ننسى. ما فكرت أنك تسوي مع الأستاذ محمد دويتو في المستقبل؟ اثنينكم على شريط واحد. اثنين على شريط واحد؟ إن شاء الله لما يتوفر نص. إن شاء الله. تكون في فكرة. أعتقد. يعني في أمل للعملية هذه مو بعيدة. موافق أنت؟ طبعا. بس أول شيء ننزل شريطة. أول شيء نفتك من عقدة شريطة ونسوي كل شيء. الحمد لله إن شاء الله خير. لا إن شاء الله. لا إن شاء الله بيكون بتم النجاح إن شاء الله. ترى الحمد لله الناس ما صادوا كذا ما نزل في 92. لا لا. ولا حد يشتري ذا. لازم. 92 لازم ينزل ها. لا ما أنت بتنزل مع بعض وإن شاء الله اثنين تم بيروح. لا إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ خالد الحين طبعا تعرف إن إحنا قاعدين نودع سنة 91 وطبعا مستقبل 92. فشلون تحب تودع 91 على عودك؟ طبعا معك الأستاذ محمد. نودع 91 سافر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري عنك ريح الزمان ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني للمراكب أمان سافر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري عنك ريح الزمان ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني للمراكب أمان سافر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري عنك ريح الزمان ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني للمراكب أمان سافر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري عنك ريح الزمان ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني للمراكب أمان ونستقبل 92 أنا والفنان عبد الله الرويشد لأن اللحن اللي راح أغنيه أستاذ عبد الله راح ينزله هلا باللي علي طول هلا بكل الندى حول هلا باللي علي طول هلا كل الندى حول هلا بعطري ورياحيني هلا بعطري ورياحيني هلا بعطري ورياحيني هلا بالغالي والأجمل هلا باللي علي طول هلا كل الندى حول هلا باللي علي طول هلا كل الندى حول هلا بعطري ورياحيني هلا بعطري ورياحيني هلا بعطري ورياحيني هلا بالغالي والأجمل هلا سلام يعطيكم العافية كل عام وانتم بخير ان شاء الله